مختلف. وولي عهده انذاك جلالة الملك الحسن الثاني بوسع رحمته. اللهم اغفر لهما وارحمهما. امين. اللهم ارفع مقامهما عندك. امين. مع الذين انعمت عليهم من النبيين الصديقين. امين. والشهداء والصالحين. امين. اللهم اجزي ابا الوطنية جلالة الملك محمد الخامس. امين. خير ما جازيت به مصلحا. امين. وخير ما جازيت به مجد. الوطني والنضال ديال صاحب والراعي الاول اللي كنا مراهقين الشباب اللي كنا ورثنا محمد الخامس وانا من المخاورين يعني الاوائل الناس اللي كنا في الكشفيه كان جا الحسن الثاني وطلع عليه وعلى لبسناه القميص ديال لباس ديال الكشفيه في الظل عندنا 57 ساعات حتى الكشفيه ثم انتقلنا الى المقاومه انتقلنا الى جيش التحرير وهذيك ذكرنا يعني الشباب الراعي الاول اللي كنا معاهم في الدفاع بمناسبة الذكرى الغالية على الأنفسنا وعلى المغرب بصفة عامة وهي الزيارة السلطانية اللي كان قام بها المغفور إلى السلطان محمد الخامس سنة 1947 أنا جد سعيد بالمشاركة ديالي بهذا المعرض هذا اللي هو عبارة عن عدد كبير من الصور المختلفة وظاهر سلطانية وكتب ومجلات وأوسمة وهدايا وعملات ورقية وفضية والحمد لله كاين إقبال كبير من طرف ساكنة المدينة طنجة وكل الناس سعداء وفرحانين لا من الأطفال ولا من النساء ولا من الرجال والحمد لله احنا جنود مجندين من أجل باش نخدموا المدينة ديالنا وخدموا الوطن ديالنا من خلال هذه المعارض اللي التاريخ